سلام عليكم. او ماي جاد، انت متخلف. البتاع دي كنت هرميها وترشق في حنجرتك. ايوه توماس، عشان خني. تعرف يا هدرس لو دخلت الباب الاوضه تاني من غير ما تخبط هعلقك كلك مكانه، مش صورتك بس. انا اسف يا سيدن. عايز ايه؟ كنت عاوز مني خدمه جديده. ايه هي؟ طبعا انت عارف ان ربنا كرمني وفتح صفحه على الفيك بوس. ايه الفيك بوس ده؟ فيك بوس يا سيدوني، الفيك بوس. بيانو جديد اشتريته؟ لا الفيك بوس. قانون، انت بتحب مزيكا؟ لا يا سيدوني، برنامج التواصل الاجتماعي. يخرب بيتك، فيسبوك. ايوه هو ده. ماله؟ فتحت صفحه عليه. ربنا يوفقك، عقبال ما تفتح 100 جروب يا اخي. عايز مني انا ايه دلوقتي؟ في واحده اجنبيه اسمها ناتاشا عملت لي طلب اضافه. في البوصه ولا في اسم الشرطه؟ في الفيك بوس. لا انت بتتكلم عن حاجه تانية، ده لا يمكن يبقى الفيسبوك اللي انا عارفه. يعني طلب اضافه؟ يعني عاوزانا نبقوا اصحاب. عملت لك اد؟ ايه. اوكي وبعدين؟ الكلام ده كان امبارح بالليل، قمت طايفه طوالي على طول عندي في الاصدقاء. صحيت الصبح لقيتها بعتها لي رساله طويله عريضه كلها بالانجليزي، وانت عارف يا سيدوني ان الانجليزي بتاعي يعني متوسط. فانا دايلك عاد عشان تترجم لي الرساله دي فيها ايه. يعني انا دلوقتي لو ترجمت لك الرساله بتقول ايه بالظبط هتسيبني وتمشي؟ ايه. طب يلا تعال. الايميل بتاعك ايه؟ هدرس hdrs4love1980@hotmail.com. ايه يا ابني الايميل الطويل ده؟ فور حرف ولا رقم؟ حرف او رقم؟ ما هو ارتجال يا حبيبي، يا حرف يا رقم. اول مرة عملت الميل في حياتك كان حرف ولا رقم؟ كان رقم. بس انا عارف. ما بسش يا رقم يا حرف. الباسورد بتاعتك ايه؟ لا هتاني اكتبه. ايه الوطوب ده؟ معلش يا سيدوني، اصل الحداد دي اسرار وليها حرمتها برضك. تغيرت قوي يا هدرس عن زمان. مش انت هدرس بقى زمان؟ لا يا سيدوني انا زي ما انا. واضح. صورتك زي القمر. ربنا يخليك يا سيدوني. فين الرسالة بقى؟ هترجعها الأولانية، جاية من واحدة اسمها ناتاشا. ايه بتقول ايه؟ رسالة فتحت بتقول I'm reading. بتقول لك انها معجبة بيك جدا وصورتك لفتت نظرها وهي دلوقتي في مصر في شرم الشيخ وممكن تجي لك في اي حتة انت فيها. يا بوي فرحان، هتطلع بنت كسر او ست عجوزة بتشقط شباب. ليه يعني؟ ما يمكن تطلع حلوة. استحالة، خدها حكمة من بلاير قديم. لو البنت حتى صور دباديب او اطفال كيوت او منظر طبيعي او البنت اللي ابيض واسود وبتعيط وعامله كده دي، اعرف انها كسر. في طريقه تانية تقدر تعرفهم بيها. ريليشن شيب كومبليكيتد، دي مواربه الباب، عايزه حد يعمل لك بوك ولا يصاحبك. وهيخليك واقعي يا هدرس، مين هتعمل لك اد بشنبك ده؟ خلينا ندرب يا سيدوني، مش يمكن تطلع حلوه. طيب عايزني ارد اقول لها ايه؟ قول لها انني ايام هدرس وحياه خالتك، وانا قاعد معاك باش كاتب، هتقولي الانجليش اكتبه لك، قولي العربي وانا هترجمه. طيب قول لها انني غرقان لشوشتي. شوشتي؟ ايه المرادف بتاع شوشتي في لا انا معيش مرادف، شوشتي. طب ايه رايك اني اكتبها لك زي ما هي؟ اس اتش او تهيه تهيه تهيه. يلا امشي بقى عشان مش فاضي. يلا. لا لسه، اكتب لها رقم التليفون عشان لو تاهت ولا حاجه. هتستفيد بيه ايه؟ ما هتكلمك انجلش، انت الانجلش بتاعك زباله حتى هو اكتر. حطه بس يا سيدوني وانا ابقى اتصرف. كام رقمك؟ لا هات انا اكتب. قولوا لي انا بكتبه اسرع. لا ما هو اللي معاك ده مع عامه الناس، لكن انا معايا واحد تاني برايفت. معاك رقم برايفت مش مديهولي هدرس؟ ما انا كنت لسه هديهولك. كذاب كذاب، بتلحق نفسك عشان تعمل شكلك نضيف قدامي. وقفي. انا اسف. انا اللي امك بالشوارع وقابلك. انا اسف يا سيدوني. قول لي كام. لا هات انا اكتبه.
عاوزك في موضوع مهم. نعم. ناتاشا بعتت لي رسالة على الموبايل. Good for you. قالت لك ايه؟ الزكاوة دي يا سيدوني، ما انا اللي اعرف ما كنتش اديت لك. ترد عليا؟ ترد عليا؟ ما انت بتقول حاجات مش منطقية يا سيدوني. طب وريني قالت لك ايه؟ ثانية واحدة. بتعمل ايه يا مجنون؟ هديب الموبايل. انت حاطه فين؟ ايه ده؟ ايه الجراب السخيف ده؟ باندا. انت مجنون؟ امسك ايه؟ امسك ايه يا ادرس؟ وريني انت بنفسك. مصبعك على المسج، افتحها. متخلف، متخلف، بتعامل مع واحد متخلف. ثانية واحدة. بتقول لك إنها خلاص هتيجي بكرة المزاريطة وعايزاك تروح تقابلها. بجد يا سيدوني هو ده اللي مكتوب؟ ايوه هو ده المكتوب. طبعا انت هتهدي معايا المشوار ده عشان انت عارف ان الاكسيدنت بتاعتي ضعيفه. الايه يا حبيبي؟ الاكسيدنت. انت هوبليس كيس. انت هوبليس كيس يا هدرس. طب خليك يا سيدوني. نو واي هاجي معاك. ليه يا سيدوني؟ عشان دي اشتغاله، ده واحد بيشتغلك من المزاريطه هنا يا اما ست فوق ال 100 سنه بتشتغلك. طب ما يمكن تطلع حلوه يا سيدوني. استحاله، استحاله بنت. اكسيدنت والكلام اللي بتقوله ده وشعرك وشكلك وستايلك باين قوي انك بتقلد حد. مش اوريجينال. طب تعالى معايا والنبي يا سيدوني. استحاله حد يبص لك يا هدرس. انا تعالى معايا يا سيدوني. صدقني استحاله. عشان خاطر يا سيدوني. ما تصدقش الوهم. او ماي جاد. انا خدت تاني يا ابني. الاوتوبيس اتاخر قوي انا ماشي. لا والنبي يا سيدوني استنى. زمان ضي 10 دقايق ولا 5 دقايق؟ مش ممكن بقالنا ساعتين يا هدرس. معلش يا سيدوني 10 دقايق. هم 10 دقايق بس. ماشي. ماشي يا سيدوني ماشي. شكلي زينك ده يا سيدوني. عادي يعني زي ما انت. حلو يعني ويرد زي ما انت. ليه بتسأل ليه؟ عشان اما ناتاشا تهدي تلقاني امور واعدبها. حكم انا دلوقتي بجد واجهه البلدي ولازم اشرفها. ربنا يشفيك يا ابني. خدت لون؟ لا خدت لون فعلا. الاتوبيس ده يا سيدوني. انت هتعرفها ازاي دي لما تنزل؟ اكيد هي اللي هتعرفني من الصوره. بعدين انا عامل حسابي يا سيدوني. ناتشا؟ هي ايه اللي ناتشا؟ عربيه باباك؟ ناتاشا دي ناتاشا؟ حمار ما بتعرفش تكتب عربي حتى؟ طب احط لها فتحه؟ فتحه ايه؟ فتحه ايه؟ ما تخلينيش اضحك على حاجه دلوقتي. هي دي؟ اي تولد يو مان قد جدتك، مش قلت لك اشتغاله؟ لو جت عليك اعمل نفسك مش من هنا. ليه يا سيدوني؟ ما هي حلوة اهي. ناتاشا، ناتاشا. صدق بالله انت مغفل وانا مغفل اكتر منك اني وافقتك على المسخرة دي. يا ريتها طلعت ست عجوزة كلها اشتغالات في بعض. انا ماشي. طب ما يمكن تايه في الاتوبيس اللي بعديه يا سيدوني. انا مش هستنى، انا مش هستنى عشان انت خليتني اعمل اكتر حاجة بكرهها في حياتي. ايه دي؟ اني اخد لون في دراعي وجسمي الباقي كله ما ياخدش اللون، ياخدوا على بعضه يا لا. انا ماشي. طب انا دايق معاك يا سيدوني. هدرس، هدرس. بالهوادك دي يا جوني بيه، ما تعكرش دمك امال. انا هتجنن يا فزاع، هتجنن. ازاي الصاروخ ده كله تعجب بهدرس؟ ده شبه السنافر. يا دي ارزاق يا جوني بيه، ربنا يرزق من يشاء بغير حساب. ايه الحكمه اللي نزلت عليك دي؟ انت من امتى بقيت اسطوري يا فزاع؟ من امتى؟ تخيل بيعرفني عليها بيقول لها جوني، بتقول لي هاي ورجعت تكلمه تاني كاني هوا واقف وهو حمار ولا فاهم منها كلمة. كل اللي نازل عليه يس نو يس نو ويقلدني يعمل كده.
قال يعني تقيل. يعني كيف ما بقول لجنابك، دي قسمه ونصيب وما حدش هياخد اكتر من نصيبه. كلي فوله ليا الحمار لا يتطفحها. حمار ايه يا بقف؟ بقول لك دي فرزه غزاله فيري هاد. ايه للجرده دي على كده البت مليحه صح؟ مليحه ستي. انا مش عارف ايه اللي عاجبها في هدرس ده، بس هم الاجانب ذوقهم كده غريب، بيحبوا الحنطور عربيه الفول بالوانها عشان شبه هدرس الراجل بتاع التنوره ده. بس هروح مني فين؟ هيلف يلف ويرجعلي، ما انا لسانه. سيداني افتح يا سيداني، افتح يا سيداني. يا ريح يا جحشم. مين ده؟ هاي يا 100 مليون هاي. دي البوي فريند بتاعتي. بوي فريند بتاعتك كيف يعني؟ كانت معاك في الفصل؟ لا عرفتها على الفيك. بص واه بسم الله ما شاء الله، بقي عندك فيسبوك وبتتعرف منيح على حريم. يا قد انت الصرف لسه داخل بيتكم من شهرين يا قد. معلش يا كبير، حد على كدي. طب عاوز ايه انت والدنياري؟ عاوزين سيدوني. اخص عليك اخص عليك يا هدرس اخص. جايب هالجوني؟ لا يا كبير انت فهمت ايه؟ انا مش زعلان يا والله ما زعلانش، انا بس يعني اللي حادث في نفسيتي انك فضلت جوني على ابن بلدك. عقدة الخواتي تفضلي. ثانك يو. ايدي كم كم هير الجزء الغربي. قم في الزياد بهزقه عادي عادي. وات از يور نيم؟ ناتاشا. يا بوي عسل اسامي يا ناتاشا. محسوبك الكبير الكبير قوي. انا مؤاخذه ماي نيم ذا بيجر ذا بيجست. يا شندلتي يا كبير يا كبير. مين البنت الصفرة دي؟ زميلة هجرس في المدرسة. مين دي يا هجرس؟ جايبها وجايبها هنا ليه؟ أنا مش دايلك أنت، أنا دايل سيدوني. كلمها زي دي. طب اطلع يا كبير، عاوزك في حاجة مهمة. حاجتي إيه؟ المسلسل اللي بتحبه شغال على الراديو دلوة. لا أنا أقعد مع هجرس يتفرجوا على الدش. على كيفك. طب أنا هندل أتفرج معاه. خلاص أنا طالع. اجي يعني من المؤاخذة ماي سيستر نوت ماي وايف نوت ماي وايف ايم سنجل I'll go hell and we will meet meet again. اللي هو بالي كان بيقول لك ايه؟ مش فاهم برضو، يعني انت عايز مني انا ايه دلوقتي؟ هنطلع انا وهي نتفسح شويه عشان نتعرف على بعض اكتر ونعرف ميول بعض. عايزني انا في ايه؟ اصل هي من ساعه ما جت يا سيدوني وعماله ترد بكلام انجليزي وانا ما فهمش منها حاجه، فقلت يعني تادي معانا منها تتفسح ومنها تترجم لنا. عايزني اترجم لكم. طب انا عندي فكره احلى بصراحه. انتوا كابل يعني الله اكبر عليكم بجد بجد، يعني ربنا يحرسكم. انا اول ما شفتكم قلت في كيمستري وحرام الكابل ده يتفك من بعضه. فانا من خوفي عليكم عندي فكره حلوه قوي. الاجانب، انا كنت عايش بره، الاجانب عندهم مشكله الانطباع الاولى بتدوم. يعني لو حست ان انت ما بتفهمش وتقول لك ما تفهمش وانت بتقول لها ما بتفهمش هيحصل باد امبريشن، هتحس ان الحكايه مش هتكمل، ممكن تصاحب عليك واحد كوري عادي جدا. عشان كده انا عندي فكره، انا هعلمه عربي، هاخدها اسبوع شرم الشيخ، نقعد مع بعض هناك ونتعلم عربي، تجي لك بيرفكت. طب ما تعلمنا انا انجليزي يا سيدوني. هنقعد سنتين ونص واحتمال ثلاث سنين. بس هي قاعده سبوع واحد يا سيدوني. ما ده احسن يا هدرس احسن، صدقني هاخدها اسبوع شرم الشيخ تتعلم عربي تطلع على بلدها على طول، تجي لك السنه الجايه بيرفكت، وانا طول الوقت ده هبقى مع السكايب. يو هاف سكايب؟ يا وندرفول. والله هو كلام زين يا سيدوني، بس اقتراح مرفوض. نعم اقتراح مرفوض. انت بقيت نمرود يا هدرس، انت من امتى بتكسر كلامي؟
انا غلطان اني قربتك مني وعايشتك حياه الملوك. روح اخبط راسك في الحيط، انا مش هطلع معاكم. خليك جنابك يا جوني بيه، ارتاح حضرتك، همل انا الطلعه دي، انا جاي معاك يا هجرس. الله يرضى عليك، همل الطلعه، انا جاي يا هجرس. يا ابني انت حمار اساسا، وانت بتعرف تتكلم عربي عشان تتكلم انجلش؟ بعرف كونفرسيشن. ايه كونفرسيشن؟ ده هيضيعك، ده بكونفرسيشن هيضيعك. انت حر. طب تعالى انت معايا والنبي يا سيدوني. ما انت نمرود وبتتنمرد يا هدرس. معلش انا هبسطك يا سيدوني. ايه القرف ده؟ يعني هتتحزم وترقص لي؟ يعني ايه تبسطني؟ لا يعني هشوفك يا سيدوني. بص، وانا لو هطلع هطلع مش عشانك انت، عشان خاطر الغلبانه دي، مش هحططها وراك في الحقول والزرايب. هتدي معانا؟ اوكي، هنروح وهنعلي الطموح. هيز جاي. بس امي راحت جفشاني وانا واقف بلبوس وببلبط في الترعه، وكنت مزوغ من المدرسه. He wants to talk about his hobbies. This guy is a professional nose picker. Sometimes he sticks his toes up his nose just for fun. ساعتها انا ما كنتش عارف اعمل ايه، اطلع ادري وانفد بدلدي ولا ارد اخد الدلبيه يستر نفسي واستحمل العلقه. Also he can't sleep well at night without sniffing his own socks. No way. فقررت ان ادري سلبوته في البلد كلها وانفد بدلدي. So weird. دي ترجم زي ما هي. He loves to run naked in public. Oh, Sir Mahadros, you are so cool. Thank you. Wow, splendid days. عندي عاد حكاوة تانية هتعجبك جدا. بلا تانية بلا تالتة. وأنا أقعد أقضيها هنا أحكي لها مغامرتك أنت وأمك في الحقول؟ تجننت يا عم، أنا ماشي. Hey, kitty cat. You want to drink something tonight? Sorry, Johnny. I have to sleep early. What? ادرس! خير يا كبير؟ خد تعالى قول له. معلش يا كبير، اصلي طالع لسيدوني. ادخل تعالى اقول لك ايه، خد. امر يا كبير. خافش من خافش، تعالى اقعد جاري. ما تجيش يا كبير. يا دوب اقعد جاري، انا بقول لك. يلا مد يدك، كل معي بطيخه زينه ما يطاش. لا العفو يا كبير. ادرس كل ساقعه وطري على قلبك. متشكرين يا كبير، كلك ذوق. وانت يعني ما تعديش الا عشان جوني، خلاص اخوك الكبير بقي كخه. كيف يا كبير؟ ده انت الخير والبركه. هو ده العشب. طب اخبارك انت ايه في الحياه؟ في نعمه والله يا كبير. واخبار البت الحلوه الخواتيه دي اسمها نزاقي؟ نتاشا. نتاشا عامله ايه؟ بخير يا كبير. وانت عارف البت دي سايحه، وانا احب اشجع السياحه. مال يا كبير، السياحه خير لينا كلتنا. بالظبط بالظبط. والبنت طايقه الحر. طايقه. الحب بيعمل المعجزات. الحب بيعمل المعجزات. انا بسال عشان السياحه يعني. طب والبنت نتاشا دي نتشتها كيف؟ كيف يعني؟ يعني حطيت عليها جبتها كيف يعني؟ من العافيك بص. فيك بص؟ طب من عندي فيك بص ما بشوفش فيه الحاجات دي. طب انتوا بتخشوا منين؟ من عالنت. ماني بدخل من عالنت. طيب انت عندك اصدقاء على الفيك بوس؟ عندي اثنين، هديه والحاج محمود شعبان. طيب الحاج محمود شعبان عنده اصدقاء على الفيك بوس؟ عنده اصدقاء ياما، بس بينه وبينه في صديق مشترك اسمه الحاج مستوفي. ريليشن شيت يعني؟ ريليشن شيت. طيب دربت تخش على الدروب بتاع التعارف؟ في دروب للتعارف؟ امال. طب هو دروب ولا قروب؟ ساعات بيكتبوا بالقاف. لا هو دروب. بالدال. بالدين. بالدين. طب قول لي خطوات، كيف تشقط واحده؟ تعرف حد يعني؟ انت بتخش هتلاقيه على ايدك الشمال. هو ايه يا دل على ايدك الشمال؟ انت تهزر معايا ولا ايه؟ الدروب يا كبير هتلاقيه على ايدك الشمال في الصفحه. في الصفحه؟ تخش على الدروب وتستنى شويه عشان النت ده محتاج صبر. كيف الصيد؟ كيف الصيد؟ اول لما تلاقي حد دخل تقول له سلام عليكم، انا الكبير، ممكن نتعرف؟ وابعت له السمايل فيس دي عشان يعرف اني بهزر معاه. بالظبط، اعملك دي. لو رد عليك، رد عليه. بس هتكلموا في الموضوع ده بعدين. ايوه الخطوه الثانيه. بس يا جحش،
ازيك يا واد يا هجرس؟ نعمة والله يا ست هدية. بالهنا والشفة. ايه يعني للم الشامي على المغربي؟ يا بنتي والشامي والمغربي ايه؟ ما هو وطن عربي واحد، كفاية عدل أفكار استعمارية اللي عندك دي. والبنت الخواجية صاحبتك عاملة ايه؟ بخير يا ست هدية، كلها دمعتين ثلاثة بالكتير، وابعت لكم دعاوي الفرح، أصلي أنا وناتاشا اتفقنا على الدواز. نو واي! انت وناتاشا هتتجوزوا؟ طب ازاي؟ كنا بنتكلم النهاردة في التليفون وفتحتها في الموضوع دي. ازاي في التليفون؟ انت بتعرفش تكلم انجليزي؟ ودي عاوزة انجليزي، دي سهلة قوي. قلت لها مارشي وعملت لها كده؟ وهي ردت ازاي كده؟ لا هي فرحت قوي قوي وقالت لي ياس وقالت لي هدرس اي لاف يو. ايه يا سيدوني مش هتقول لي مبروك؟ مبروك مبروك يا هدرس. طب انا عاوز منك خدمة أخيرة. عاوز ايه؟ بكرة إن شاء الله هقعد نتاشا مع العيلة عندينا في البيت عشان يتعرفوا على بعض. وعايز ناجي أترجم لكم ولا إيه؟ ده لو ما يضايقكش يا سيدوني. لا ما يضايقنيش طبعا، ده دي فرصة، فرصة إن نتاشا تعرف البيئة اللي أنت جاي منها. أنا هكون عندك بكرة قبل الميعاد بنص ساعة. حبيبي يا سيدوني. ما بحبش تلامس الشباب. ليه بس؟ براوة عليك يا دي هدرس، عرفت تنقي صح مش زي ابوك. الله يلعن حافظ. اديني جبتها لكم لحد عنديكم عشان تتعرفوا عليها، وجبت لكم معاها سيدونا عشان يتردم لنا من غير ما نتعرف. كانها بنت اصول، جاب باين من عنوانه. الا يا عمده اسالها كده، هي ابوها وامها عايشين ولا توفاهم الله؟ They want to know if your parents are still alive and kicking. Yes, sure. أيوة عايشين. أبوها بيشتغل إيه عاد؟ What's your father's J-O-B? He's a doctor. Doctor? تاجر مخدرات. أنت متأكد من اللي أنت بتقوله ده يا سيدوني؟ قصدك إيه حيوان؟ بألف؟ لا ما قصديش، بس هي قالت دكتور، ودكتور يعني دكتور. لا، دكتور مش يعني دكتور. دي لغات. اللغات عايزة سنس تاني، أنت ما تملكوش. في كلمة ممكن تقل بطريقة معينة، هي نفس الطريقة دي. في البلد دي ليها معنى وفي البلد دي ليها معنى غني خالص. كلمة فول مثلا، يعني ايه فول؟ فول اللي بناكله. لا، في أمريكا يعني غبي. المهم أبوها تاجر مخدرات وعنده كشك صغير بيبيع فيه برشام وبانجو. الشغل بقى صعب قوي الأيام دي، والواحد ما بيصدق يلاقي شغلانة. أنت عندك خال هدرس الكبير من أكبر تجار المخدرات اللي في البر الغربي كلياته. حافظ عندها أخوات ولا لا؟ Do you have any siblings? Yes, I have two, but they are living in France. عندها اتنين ومساجين. ليه دي؟ واحد سرق تيار كهرباء والتاني بيخطف عياله ويموتهم. لا ربنا معاهم وفك زنقتهم، وطبعا عايشين هناك في السجن عيشه زي الفل. لكن بيقول لك السجون هناك ولا الاقامات الخمس نجوم، نومه حلوه وحمام خصوصي وبيعلموهم صنع قمار مش زي حدانا. ده عندك خال هدرس صغير لسه طالع من السجن دي لاسبوعين، وطالع العام الاول يا حافظ. والست الوالده بتشتغل ولا قاعده في البيت؟ What about your mom? Is she a housewife? No, she has a bookstore. دي صعب تتقال بصراحة. مش ظريفة. تشتغل ايه يعني؟ فتحة بدعارة. استغفر الله العظيم يا رب. ليه كده بس؟ لا بس عادي، عندك حماية الله يرحمها كانت صديقة الطلبة يا حافظ. Oh my god, very weird family. ما خلاص عادي يا جوني بيه، أنا أقعد الحكوا فيها كيف يا أبو زيد الهلالي. عملت كل حاجة ممكن تتعمل عشان أبوظ العلاقة دي وبرضه مش عايزة تبوظ. تعالى في الزقة، تعالى جنبي. أمري جنابك. خد فرع معايا عشان متعصب قوي. أمري جنابك. امسك. قلت لهم ابوها تاجر مخدرات، قالوا لي يا عاد فرع. قلت لهم اخواتها مساجين، وايه يعني؟ قلت لهم امها فاتحه بيت دهار، قالوا لي سو وات؟ نسمع النص ضمير يا نهار ازرق.
يعني هجرس واد حزينة الندابي هيتجوز لقطة القشطة دي اللي اسمها نتاشا. حاجة تجنن. شت. ايه يا هدرس؟ دي أول مرة تقول شت في حياتك، إيه اللي حصل؟ أصل اتخانقت مع نتاشا وسبته. بجد؟ تعال تعال. خد فرقة عدو، امسك. الهانم وأنا بروحها. دات لها رسالة على تليفونها. شفتها لقيت واحد اسمه هاري اللي بعتها. ها؟ هاري؟ قلت لها مين هاري ده؟ قالت لي ده ماي كاظم. قلت لها شوفي يا بنت الناس، زميلك في الشغل حاده، وانه يكلمك ويبعت لك مسدات دي حاجه تانية خالص. لقيتها حجدرت معايا، رحت قاطم معاها في الكلام. قلت لها يا بنت الحلال انت من سكه وانا من سكه. يا متخلف، انت عارف ماي كاظم يعني ايه؟ يعني ابن عمها. افرض يا سيدوني ولد عمها ده يحللها ولا لا؟ انت هجلس دماغك ايه مهويه؟ في حد في الدنيا ضيع من يده صينيه كنافه بالعسل الابيض كيف نتاشا؟ لا، ما انا وجعت على الاتجل منيه. واحده من الفرندز بتوع نتاشا اسمها مادي عملت لي طلب صداقه وانا ضفتها للاصدقاء، وكان هجده وجع في دباديبي دام الددي. حلوه يا هدرس. بعتت لي صورتها على التليفون. وده يدوم على الضيق. سلام عليكم.